السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من وان اور نتوركينج. صراحة لأنه المرة الماضية يعني أنا عملت داونلود أو انستول للعبة اللي هي هون أنتم شايفينها، سوبر توكس جيمز، سوبر توكس 2 أو 2D. ما اشتغلت، شفتوا كان في تأخير على الجرافيكس أو الصور والكذا. فطبعا هذا علشان عملية ال virtualization، عملية ال يعني شو بيسموها، البيئة الظاهرية أو البيئة الافتراضية، البيئة الظاهرية. فأنا يعني بدي أعمل install أو download إلهم يعني على جهاز، على الجهاز الرئيسي، على الجهاز الحقيقي يعني، عشان نلقي نظرة عليهم. بس هسه هو راح يعمل دا انستول. من هون حتى ما يعمل انستول انا عملت هون لانشر. عذرا، فرضا انت بدك تعمل لانشر، يعني كيف لانشر؟ يعني خلينا نيجي هون مثلا ترانسميشن، هاي اللي زي البيت تورنت، هاي هيك لانشر. اللانشر بتقدر تحطه هون مباشرة، تكبس دبل كليك وتفتح الترانسميشن وتعمل بيت تورنت مع او تورنت مع اي حدا ثاني. فتشايفين هذا، طبعا بتيجي انت بتفتح الملف اللي انت يعني بدك اياه وبتضيف الامور تبعتك. لكن يعني هذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن لانشر، يعني عبارة عن زي شورت كات. شايفين ديسكريبشن، هاي الكوماند وهاي ال كومنت يعني تبعته. طيب انا لو بدي اعمل لانشر نفس الشيء، يعني عشان يكون نفس الشيء، بحكي له كرييت لانشر. ايش التايب؟ التايب ابلكيشن، مثلا نيم، مثلا تورنت، والكوماند هاي شايفين كوماند هون اللي هو ترانسميشن جي تي كي. لو عملنا له كوبي نفس الشيء، واخر شيء بتحط انه داونلود اند شير اوفر بيت تورنت فايل. عادي لو عملت له كوبي بيست اوكي، شايفين هون صار في عندي تورنت. فانا مباشره بس اعمل دبل كليك عليه، بيفتح لي نفس البرنامج اللي هون، او المفروض يفتح لي نفس البرنامج. تمام. طيب خلينا نعمل شيء ثاني، خلينا نعمل ديليت لهاد، كيو كرييت لانشر. هو ابلكيشن الاسم تبعه اسمه جيمب، جنو ايمج مانيبيوليتر. جيمب عبارة عن برنامج عشان تعدل الصور وتضيف عليها خصائص، تحذف منها امور، تضيف عليها امور كثير. طبعا جيمب هو المنافس الرئيسي للبرنامج المشهور اللي هو ادوبي فوتوشوب. فالجيمب هاي جنوم ايمج من منب منب منبيو منبيوليتر، بجوز هيك مزبوط، بعرفش، مش مشكلة. لكن هاي جيمب. جيمب طبعا فيه أشياء كثير، والحلو بجيمب إنه يعني free software open source، معناته أنا بقدر أشارك حتى الفريمز ال ايش بسموه تمبليتس. طبعا ما تهتم بالموضوع هذا، اذا يعني مش عجبتك بتحكي له سنجل ويندو، فبصير عندك نفس زي كانك بالبرنامج اللي انت بتعرفه. بتقدر تضيف اي افكت بدك اياها، بتقدر تضيف كمان شو اسمه، يعني بدعم كل الطبقات، بدعم الامور هاي كلها، ايش بسموها،
باترنز. لا هو بعرفش انا صراحة كثير بالامور تعديل الصور وهو يعني وضع اللمسات عليها وكذا، لكن هو بضيف بعطيك كل شيء تقريبا انت بتحتاجه علشان تعالج الصور. طيب الان خلينا نحكي عن الباك جراوند، عن الثيمز، عن الاشياء هاي، عن الايكونز. اذا بتحب تغير الايكونز تبعتك على جهازك، يعني اتوقع انه الان انتهت زي ما انتم شايفين هسه. نفوت على الجيمز، على ايوه سوبر توكس، وين ده تكون تحت سوبر توكس تو. طبعا نفس ماريو يعني، مش اوه طيب كفي هيك. ستارت جيم، طيب يعني انتو شايفين انها شغالة، يعني مش ما فيها اي مشكلة، لكن انت هاي البداية تنتقل للمرحلة الثانية. اذا كان موضوعنا، كان موضوعنا موضوع السوبر توكس، كيف تمشي بالسوبر توكس. طيب هاي الثانية ممتازة للأطفال يعني صراحة، كثير رهيبة، اللي هي توكس ماث. توكس ماث توكس ماث توكس ماث توكس ماث غريبة. ما بعرف اذا بعده التسجيل شغال، لكن هاي التوكس ماث. التوكس ماث بتعطيك مراحل خاصة لتعليم الاطفال علشان تنتقل فيهم من مرحلة لمرحلة، من مثلا جمع الاعداد وطرحهم للضرب والقسمة، بعدين اعداد بسيطة، اعداد من 1 لـ 9، بعدين بصير يتعامل معهم من يعني 11 و12 وكذا، فبصير في عندك مجموعة من الهاي. وكمان من مرحلة لمرحلة بصير في عندك لازم تحسب أسرع، لكن كثير يعني جميل وممتعة. هاي عشان تغير الباك جراوند تبعتك. مثلا طيب علشان تغير الثيم، الثيم اللي هو كل شيء انت بتشوفه هون من ناحية الايقونات الكذا. فمثلا البنات بيحبوا اللون الزهري مثلا، فانتو شايفين هسه الايقونات لو فتحت هون فاير براوزر بصير ايقونات زهري وكذا، اذا حدا بيحب الزهري. في الازرق بنفسجي، تي طيب منت. وبتقدر تغير كمان الاحرف، يعني بتقدر تزيد الاحرف اللي هون. يعني مثلا لو اجيت هون ديسكتوب فونت، تايتل فونت مثلا، حكيت له ضيف لي اياه 11،
اوكي هاي راح تزيد، زيدها كمان عشان تبين. اوكي شايفين؟ فاذا كان عندك مشكلة بهاي الارقام او بالايقونات بتقدر تعدلها بكل سهولة. طيب و يعني الثيم مهم. ليش كمان؟ الثيم الغامق او الالوان الغامقة بتستهلك اقل من البطارية، فاذا بتحدد ايش الثيم المناسب لك، ممكن اذا كنت انت بتستخدم تابلت ايباد كذا يعني كمبيوتر لوايحي، بنزل عليهم كمان لينوكس يعني عادي، مش موضوع. طيب خلاص الفيديو اللي بعده راح نتكلم عن شوية اوامر على سطر الاوامر. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم.